السلام عليكم خوتي شبيبة، مرحبا بكم. معكم الأستاذ بكباقي رابح، أستاذ مادة المحاسبة ومادتي الاقتصاد والقانون بمدرسة كورديزاد باب زوا. بيوم الجمعة إن شاء الله عندي أفواج من 8 للعشرة ونص، من العشرة ونص للوحدة، وإن شاء الله إذا كان كاين الوقت إن شاء الله نفتح لكم أفواج أخرى بحول الله.